السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض بقية شابتر 7 جزء الريليابيليتي. الريليابيليتي دي جاية من كلمة ريليابل. ريليابل دي يعني ايه؟ يعني موثوق به، تمام. طب يعني ايه حاجة موثوق بها؟ حاجة ما بتغيرش كلامها، يعني اللي بتقوله الساعة 2 هي اللي بتقوله الساعة 4، اللي بتقوله النهاردة هي اللي بتقوله بعد بكرة، تمام. يبقى مش بيغير كلامه، نفس النتائج، تمام. ده اللي هتلاقيه في التعريف، وهيقول لك ان مفيش أداة 100% الريليابيليتي بتاعتها. ليه؟ لأن حتى لو الأداة دي دقتها 100%، العوامل اللي حواليها مش هتبقى مظبوطة 100%. هي ايه العوامل؟ 6 عوامل. اهم كلمتين فيهم مثلا مود، عايز تاخد 2، الانترفيور مود والريسبوندنت مود، تمام. يبقى دي اهم كلمتين، اهم عاملين فيهم، والفيزيكال سيتنج، تمام. الانواع بتاعت الريليابل، ممكن تقيس حاجات اكسترنال، ممكن تقيس حاجات انترنال. الاكسترنال علينا مثالين احفظهم معايا: التست ريتست والبارل فورمز. تيست ري تيست والبارل فورمز. التيست ري تيست اهم كلمه فيه ان هو ده المور كومون، ده ايه؟ المور كومون، تمام. والصفه فيه برضو الريبيتابيليتي، يعني ممكن اكرره مره واثنين. لو لقيت نفس النتائج، يعني مثلا عملت التجربه مره طلعت 2، المره التانيه برضو طلعت 2، يبقى الفرق ما بينهم بيطلع 0. اما قسمتهم لو انت قسمت طبعا هيطلع بواحد، تمام. ده اللي هتلاقيه في الريلابيليتي. نروح بقى نقرا مع بعض كده. الريلابيليتي اور اكيوراسي، الدقه. It means the extent to which a research instrument، يعني اداه البحثيه، constantly، يعني دائما، has the same result، بصوره مستمره عندها نفس النتائج. If it used to the same situation، نفس الموقف، او repeated occasion، لو استخدمت في مرات مختلفه، تمام. دي كده الريلابيليتي، يعني موثوق بيها، يعني عندها دقه. ليه؟ كلامها ما بيتغيرش. و hence it's predictable and accurate، يبقى ممكن نتنبأ بيها وعندها دقة. A scalar test is reliable to the extent repeat measurement، لو أنا جيت كررتها تاني الإجراءات دي under constant condition، تحت نفس الظروف، تحت قصدي تحت نفس الظروف الثابتة، تودي will give the same result، يعني أنا مثبت الظروف اللي حواليها وجيت عملت التجربة على نفس النتائج. The greater the degree of consistency and stability، كل ما كانت متماسكة ومستقرة، كل ما كان فيها تماسك اللي هو consistency وستابيليتي الاستقرار، كل ما كانت الريليابيليتي عاليه. يعني ممكن اوثق بيه على النقيض بقى بديهيات، قال لك كل ما كان الديجري اوف اكيورسي اور بريسيجن زياده، كل ما كانت نسبه الخطا قليله. ذا لوور ذا ديجري اوف ايرور، يعني درجه الخطا بديهيات، يبقى كل ما الدقه والبريسيجن برضو معناها الدقه، كل ما الخطا يقل. قال لك العوامل، قال لك الفاكتورز افكتنج ذا ريابيليتي اوف ريسيرش انسترومنت، قال لك مستحيل ان انت يبقى عندك اداه بحثيه بنسبه 100%. ليه؟ قال لك حتى لو الاداه بتقدر تقيس الحاجه 100%، العوامل اللي حواليها مش هقدر اتحكم فيها. طب هي ايه العوامل؟ قال لك ذا ووردنج اوف ذا كويتشن، السؤال اللي انت بتساله، لو في غموض، اد كلمه امبيجويتي دي ممكن ما نكونش عارفين ان هي معناها غموض، فانا لما يبقى شايفها كده، لما يبقى في حاجه غامضه في السؤال مش عارف اجاوب عليه. The ambiguity in the wording of questions or statement can affect the reliability، انك تبقى واثق في ان الحاجه دي تطلع لك نسبه 100%. ليه؟ لان الريسبوندنت may interpret the question، ممكن يفسر السؤال اللي انت اديته له عشان هو مش فاهم كلمه معينه بطريقه مختلفه، فطبعا ده يطلع اجابات مختلفه، فده ياثر في الريليابيليتي، يعني الثقه في الاداه اللي انت عامل بيها البحث. الفيزيكال سيتنج اللي هي الحاله الفيزيائيه، طب الحاله الفيزيائيه دي مثلا تغير درجه الحراره، الكلام ان الناس فيها حرانه قرفانه، الناس فيها سقعانه، برضو مش قادر افكر. ان كيس اوف ان انسترومنت بينج يوزد ان ان انترفيو، ان تشينج في الفيزيكال سيتنج، اي تغير في البيئه الفيزيائيه. از ذا تايم اوف ذا ريبيتد، at the time of the repeated interview، يعني انت غيرتها في الوقت اللي انت عملت فيه الانترفيو، may affect the responses of the respondent، يعني هيأثر على الاستجابات بتاعة المتلقي. the respondent mood، المود بتاع المتلقي، اي تغير فيه هيأثر على الاجابة. the interviewer mood، المحاور لو مزاجه مختلف من حالة لحالة، هو ده اللي عايز يقول لك. mood of the can change from one interview to another، ماشي. motivation interaction، يعني التفاعل والحافز والكلام من ده بيأثر على الإجابات المتوسطة المطلقة. The nature of interaction، الطبيعة بتاعة التفاعل ما بينهم، هم متنشنين مع بعض اللي بيتكلموا كويس. In interview situation، the interaction between the interviewer and the interview can affect the responses significantly، يعني بصورة كبيرة. The regression effect of an instrument، regression دي عن التراجع. طب هو تراجع ليه؟ هو حس ان هو ايجابي قوي، قال لك positive قوي، او حس ان هو هنا ايه، حس ان هو ايجابي، او حس ان اجابته سلبيه قوي، يعني حس ان هو افور شويه عن اللزوم، او ان هو كان سلبي زياده عن اللزوم، ففي تاني مره هيغير اجابته، فكده الريلابيليتي تتاثر. ليه؟ لان في اول مره انت قلت حاجه وفي تاني مره انت قلت حاجه تانية،
فكده الريلابيليتي تبدأ تتأثر. عندنا external وعندنا internal، دي الميثودز اوف ديتيرمينج اوف الريلابيليتي. قالك الاكسترنال، الاكسترنال عندنا التست ريتست، اللي هو ريتست يعني انت بتكرر الحاجه تاني، اللي هي ريبيتابيليتي يعني ممكن تكرارها. وعندنا النوع التاني اللي هو البارل فورمز، ده النوع التاني هنا تمام، دي ممكن تيجي كانيوميريت. التست ريتست قلنا ده اهم كلمه فيه ان هو كومونلي يوزد لاستابليك ذا ريلابيليتي. قالك في التست ريتست ده بعمل ايه؟ بجرب الحاجه مره administered once and then again under the same or similar condition. The ratio between the test and the retest score، يبقى النسبه ما بينهم، يعني مثلا تخيل النسبه مثلا كانت 2 ناقص 2، فلو هي طلعت بصفر يبقى كده الريلابيليتي 100%. هو ده اللي عايز اقوله لك، كل ما greater the value of ratio كل ما كانت النسبه عليها، فاهمك ايه بقى؟ 2 على 2 النسبه، ريشيو يعني نسبه، يعني بتقسم حاجتين، ف2 على 2 مثلا تطلع بواحد، واحد ده يعني 100%، واحد ده يعني ايه؟ يعني 100%. طب هي مثلا لو لو رقم اقل من الواحد مثلا طلعت ب 1.9 مثلا، او خليها مثلا حتى 1 على 2، دي تطلع بنص، لا خلاص اقل من الواحد، يعني النسبة كده اقل، النص ده اللي هو 50%، النص ده مثلا اللي هو 50%، يبقى ده كده طبعا اقل من 100%، يبقى الرقم، يبقى ده كده الريليابيليتي قليلة تمام. يبقى the greater the value of the ratio the higher the reliability of the instrument، كل ما النسبة دي تبقى عالية 100% رقم واحد يعني، ولا طبعا رقم عشرية بقى وأقل من 100% يعني 97 50 الكلام من ده. as an equation في المعادلة التست ريتست سكور، يبقى نسبتهم تطلع بواحد اللي هي الاتنين على الاتنين، أو طرحهم اللي هو 2 ناقص 2 تطلع بصفر. قال لك الريشيو اوف واحد شو شوز 100% بيرسنت ريلابيليتي، الواحد ده هو بيساوي 100%، ليه؟ لأن 100% دي عبارة عن 100 على 100 تمام. نو ديفرنس، يعني لو في نو ديفرنس يبقى طبعا كده مفيش اني ديفيجن، مفيش اي انحراف، يبقى ده بيقول لك ان هو، لا سوري معلش انا قرأت غلط، اني ديفيجن اي انحراف يبقى يقول لك ان هو ليس ريلابيليتي. اما لو نو ديفيجن قال لك لو النسبه 100% يبقى دي كده الريلابيليتي عاليه تمام. زيرو ديفرنس خلاص قلناها، الزيرو ديفرنس دي اللي هي الصفر اللي هو طرحناهم، ديفرنس يعني الفرق اللي هو طرحناه تمام. ادفانتج ايه اهميه التست ريتست ده؟ قال لك بيرميت ذا انسترومنت تو بي كومبيرد ويز ات سيلف، يعني بيخليها تقارن مع نفسها، ليه؟ لان انا استخدمت نفس الاداه تمام. امال في البارل فورمز، البارل فورمز انا هستخدم اداتين مختلفتين، اداتين مختلفتين بس في نفس الوقت، اداتين مختلفتين بس ايه، بس في نفس الوقت. هتبقى عيوبها ان انا هنا، هنا في البارل فورمز ان انا استخدمت اداتين، قال لك ان equally difficult to achieve، يعني من المستحيل ان انت تحقق توافق ما بين اداتين، عشان هيبقى الظروف مختلفة، يعني الظروف هتبقى مختلفة شوية، مفيش ناس كده هيبقوا، انت جاي تجرب اداة وجاي تجرب نفس، جاي تجرب اداة تانية على مجموعتين من الناس متشابهين شوية، اكيد مش هيبقوا متشابهين 100% تمام. ده اللي هو هيقوله لك هنا يعني. وكمان عيبها ان هي بتستخدم اداتين. نقرا كده مع بعض تاني. disadvantage بتاعت مين؟ بتاعت التست ريتست اللي كنت بجربها مرة واحدة، ان الريسبوندنت may recall the responses that he gave in the first round، يعني المتلقي ممكن يستدعي الاجابات اللي هو قالها، يعني انا سالته مره من شهر وجيت سالته بعدها، هو ممكن يكون فاكر هو قال ايه، فيقوم مستدعيه، مش يكون مجاوب بقى من تلقاء نفسه، لا ده هو بيجيب عشان ما يقولش ده غير كلامه او كده تمام. البارل فورمز، البارل فورمز انسيس بروسيجرز، بستخدم اداتين، خلاص كنت قلت لك ان البارل يعني التوازي، يعني بستخدم حاجتين في نفس الوقت، بستخدم اداه وبستخدم اداه تمام. الاداه دي بقدمها على نفس، على ناس قريبين من بعض، قال لك اللي هو سيم فينومينون ذا تو انسترومنت ادمنستريتد لتو سيميلر بوبوليشن، يعني مجموعتين متشابهين من الناس. ذا ريزلت اوبتيند، بقارنها من التيست ده، بقارنها مع التانيه اللي من التيست التاني، لو هي متشابهه يبقى ده ريليبل تمام. قال لك بس عيبها بقى ان انت صعب، صعب انك تلاقي في تو بوبوليشن حتى لو هما سيميلر اند تو كونديشن تلاقي نفس الاجابات تمام. وانت عيبها ان انت محتاج اداتين، لكن التانية كنت محتاج اداه واحده، يعني ايكوالي ديفيكلت تو اتشيف كومباتيبيليتي، يعني صعب انك تحقق التوافق ان ذا تو بوبوليشن تمام. دي العيوب بتاعها قلناها كذا مره، انك تحقق التوافق عشان انت بتستخدم اتنين من الناس هنا واتنين من الناس هنا وبتستخدم اداتين. الادفانتج بقى بتاعتها، بتاعت البارل دي، ان مفيش حد هيستدعي الكلام اللي هو كان قاله، ليه؟ لان انا اساسا مستخدم اشخاص مختلف، يبقى it doesn't suffer from the problem of recall، محدش هيستدعي اجاباته، ليه؟ لان انا بقول لك سالتهم في اوقات، سالتهم في نفس الوقت وناس تانية اصلا، دول ناس ودول ناس، يبقى
ريكول فاوند ان ذا تيست ري تيست بروسيجرز والتايم لابس. تايم لابس يعني مفيش فرق زمني، عشان انا عامل دي مثلا في شهر مارس ودي برضو في شهر مارس. بتوين ذا تو تيست ذس ازنت ريكوايرد، مفيش اي فرق زمني ما بين التستين لان انا عاملهم في نفس الوقت على ناس مختلفة. تمام، اتمنى التلخيص يكون فادك. الانترنال كونسيستنسي دي ما كانتش اتذكرت في المحاضرة، بس اهم حاجة بس تبقى عارف ان المثال على الانترنال كونسيستنسي هي السبليت هاف تكنيك. سبليت هاف تكنيك ده مثال على الانترنال. تمام، الملخص ده نفس الكلام تاني بيقوله لك، ذا كونسبت اوف فاليديتي المصداقية، يبقى سيتويشنال فايندنج لها صلة، المصداقية يعني حاجة لها صلة. 3 تايبس اوف فاليديتي ان كوانتيتيف ريسيرش، الفيس والكونتنت والكرايتيريون، دول طبعا قلناها في الفيديو اللي فاتت، لها رابط في الفيديو. الريليابيليتي، الريليابيليتي دي يعني برضو المصداقية ممكن اعتمد عليها، قلت لك ريليابل يعني مش بيغير كلامه، مش هخص اعتمد عليه لانه ما بيغيرش كلامه. ability to produce constant measurement each time، يعني هي نفس الاجراءات في نفس الوقت. when we administrate an instrument under the same or similar condition نطلع نفس النتائج، يبقى دي كده reliable. ambiguity عادي كلمك في العوامل بقى، طبعا لو في غموض او كلام من ده. في external و internal consistency قلناها، والtest والبارل دول قلناهم، بس كده يا سيدي.